حنا خويا هاد الناس هادو حطوا لنا كاريان على دروسنا ديال التراب، ديبو ديال التراب ما عرفنا شكون حطوه. جبنا القايد شاف قال غندخل ما تدخلش، جبنا رئيس جمعيه غندخل ما تدخلش، جبنا الباشا ما تدخلش، مشينا للرئيس رئيس الجامعه غندخل ما تدخلش، قال لك النائبه ديالي عيطوا عليها راه هي غتلقى لكم حل. عيطنا على النائبه قالت لك رانا تندرس في الملف، هاد السيد ما مرخص لا من دوله، واش ملي تيعود الانسان واصل عاطينا حنا 4 متر في العلو وكاريان وصل 6 متر، اذا هذاك كاريان ديال التراب هو اللي عنده حق، هو اللي مواطن مغربي وحنا شنو ما. تقريبا 40 سنه وحنا ساكنين في هذه الارض، ما عمر هذه الارض تهمشات لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا، وهاد الناس اللي مسؤولين علينا ما عندهمش الغيره على هذا الوطن ديالهم ولا على هذه الارض ديالهم ولا على القصر ديال سيدنا اللي جارنا. اللي جاب شي زباله تيكبها على هذه الارض هذه هي، واللي جاب شي غلم تيكسبها هنايا، والناس اللي تيكسبوا هنا من الساكنه تيتخصهم ما يبقاوش دايرين هاد الكسيبه ديالهم هنايا. انا ارض سكنيه وقدمنا شكايات لواحد، قدمنا شكايات لواحد ال 50 شكايه، اللي يجي يشوف بعينيه ويزيد في حالته ما كاينش. دايرين لي براكات ديبو تيجي مول الكاروسه ولا مول التريبورتور تيدخل تيخلص 15 درهم تيخوي، فين تمشي هاد الفلوس؟ ما عرفت. وشكون اللي غيهز التراب من بعد؟ ما عرفت. ملي تنهضروا مع القايد تيقول لك رانا غنشوف، وجا القايد ماشي مره ماشي جوج، عيطنا عليه شحال من خطره، تيجي تيدخل تيشوف يدور في عين المكان ويمشي بحاله. وهاد الجنان كان فيه الشجر، كان تيجيو فيه الناس يريحوا فيه وفيه الناس مقابلينه، لدابا ولا فيه واحد 3 متر ديال الزبل، واللي جاب شي زبل من المدينه تيكبوه هنايا. حنا تنقولوا اللهم ان هذا منكر في حق هاد الناس اللي مسؤولين على هاد الارض السعيده. الضرر اخويا راه كاريان، تيخرجوا منه الحناش، تيخرجوا العقارب، تيخرجوا الزبل، حشاك في اللي راه ما تحلش تراجم. انا عامين ما حليتش تراجمي، عامين ما حليتش تراجم ديالي، واش انا ملي نعود شاري من شاري ارض ب 55 مليون وخاسر على الزباله ديال الفلوس باش باني ما نحش راجم؟ علاش باش واحد يدير ديبو ديال التراب يبدا يتخلص؟